أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم. في سنة 1997 تم إنشاء موقع يسمى ب Share Your World، وكان أول موقع إلكتروني في العالم لمشاركة الفيديوهات. ومع ذلك وبسبب أن التكنولوجيا في ذلك الوقت لم تكن متقدمة مثل هذه الأيام، فقد كان من الصعب إرسال وتحميل ومشاهدة الفيديوهات على الإنترنت. لذلك توقف هذا الموقع عن العمل، وكان لابد من انتظار تاريخ 14 فبراير 2005، والذي يتزامن مع عيد الحب، ليتم إنشاء موقع اليوتيوب، والذي اختار له مؤسسوه شعار Broadcast Yourself، عبر عن نفسك، شعار يعكس رغبة مؤسسي الموقع، بحيث كانوا يأملون أن يستخدم كل شخص هذا الموقع بحرية ليعبر عن نفسه. فما هي حقيقة هذا الموقع الذي تحول إلى ثاني أكبر موقع في العالم من حيث عدد الزوار، بل وأصبح أكبر ظاهرة ثقافية حول العالم، لدرجة أن العديد من الكليات أصبحت تقوم بتدريسه؟ ففي عام 2007 مثلا، قامت جامعة بيترز في كاليفورنيا بتقديم كورس يسمى التعلم عبر اليوتيوب. من مجرد موظفين سابقين في شركة بايبال إلى مؤسسي ثاني أكبر موقع في العالم من حيث عدد الزوار، إنهم تشارد هيرلي، ستيفن تشين، وجواد كريم، ثلاثة شباب طموحين يقومون بإنشاء موقع اليوتيوب. وكان أول مقر رئيسي لهذا الموقع فوق مطعم لعمل بيتزا في سان ماتيو في ولاية كاليفورنيا. وبعد مرور أول شهر على إنشاء موقع اليوتيوب، وصل عدد زائري الموقع إلى 3 مليون زائر، وتضاعف هذا الرقم إلى 3 أضعاف. وفي شهر يونيو 2006 وصل عدد زوار إلى 30 مليون زائر. أول فيديو على اليوتيوب كان الفيديو الذي رفعه جواد بعنوان أنا في حديقة الحيوان بالإنجليزية مي أديزو، وأول ملف فيديو رفع على موقع يوتيوب بتاريخ 23 أبريل 2005، وتبلغ مدته 18 ثانية. وأول فيديو يتخطى حاجز 1 مليون مشاهدة على موقع اليوتيوب كان فيديو إعلان شركة نايك الذي قام به نجم كرة القدم البرازيلي رونالدينيو، وكان في سبتمبر عام 2005. وفي عام 2006 عاد اليوتيوب إلى مقره الأول فوق مطعم البيتزا في سان ماتيو في كاليفورنيا، حيث قاموا بتعيين أول دفعة من الموظفين، وكان عددهم 20. وتم تعيين هارلي الرئيس التنفيذي وتشين الرئيس التكنولوجي، بينما تم تعيين كريم كمستشار. من أظرف معلومات غريبة عن اليوتيوب أنه وفقا للإحصائيات تمت عام 2010، فإنك تحتاج إلى 1700 سنة تقريبا لمشاهدة كل الفيديوهات المرفوعة على اليوتيوب. في عام 2006 عندما قامت جوجل بشراء موقع اليوتيوب، كان اليوتيوب يخسر أموالا تقدر بنصف مليون دولار أمريكي شهريا، على الرغم من الزيادة الهائلة في عدد زواره. ومع ذلك رأت شركة جوجل أن هذه الأموال تعتبر بمثابة إعلانات لإشهار الموقع حول العالم. الرقابة على اليوتيوب. حديثا كشفت يوتيوب المملوكة لشركة جوجل في مؤتمر فيد كون عن وصول عدد مستخدمي المنصة إلى 1.9 مليار مستخدم نشط شهريا، وهذا الرقم لا يشمل الأشخاص الذين يدخلون على الموقع بدون إنشاء حساب، إذ يوجد ملايين من المستخدمين الآخرين الذين يقومون بمشاهدة الفيديوهات على المنصة من دون امتلاكهم حسابات على الموقع أو بدون تسجيلهم. هذه المعطيات وغيرها جعلت الكثير من الدول عبر العالم تتدخل لفرض رقابة على اليوتيوب، حيث قامت الكثير من الدول إما بمنع استخدام اليوتيوب لفترة مؤقتة، بل ومنها من جعل هذا المنع بشكل دائم. وهناك العديد من الدول الأخرى التي قامت بحظر اليوتيوب لفترات تتراوح بين الطويلة والمتوسطة، نذكر على سبيل المثال ليبيا، ماليزيا، المغرب، ألمانيا، روسيا، تونس، الإمارات العربية المتحدة وغيرها. وتتراوح أسباب المنع بين الأسباب السياسية، الأخلاقية، وحقوق طبع في بعض البلدان كألمانيا مثلاً.